استطاع أن يغلق شهريا متخطيا 69 20. الهاي هنا كان كم قلنا؟ 77.5. ثمانية وثلاثين، 55. ماذا حصل في ينساب خلال شهر فبراير؟ استطاع أن يقتحم خط الترند مع مستوى 78 فيبو من موجة 2018 اللي هي قريب 29 أو 69.20. اليوم حاول اختبرها أثناء الجلسة ونجح في فبراير بالإغلاق فوقها. ستصبح هي الدعم تقريباً وأهم الأهداف بحول الله تعالى في خلال هذا الشهر، البحث عن قمة 2018 حال وحال المجموعة عند 77.5، وبعدها إن شاء الله زي ما أنتم شايفين لكل حادث حديث. فهذه المستويات تقريبا 77.5 إلى 77.75 هي قمم ليست 2018 وإنما هي قمم 2014 وهي تعتبر مفترقات طرق. بحول الله بحول الله تعالى يخطوها ينساب. اختراق 70.5 سيكشف 10% دي قريب 77.5. يهمنا دائما الاستقرار فوق 69.20، أما التداول تحتها طبعا ما حيكون في اغلاق شهري، بس الحذر مطلوب لانه الدعم اكيد على النظريه سيكون 67 ريال. فنحن نجعل النظريه اثناء الشهر هي اهم دعم استراتيجي عندنا في حال التخلي مضاربيا. سبكيم لم يحصل في اي تغيير جذري حتى الان.